الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم من الآن لقيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. في البداية يطيب لي أن أكون بينكم مرة ثانية وأكون بخدمتكم. وأكون بخدمتكم في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، ليلة العيد، الليلة التي توزع فيها الجوائز، ليلة الجوائز. في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى تقدم له الطلبات، حيث فيها يفرق كل أمر حكيم، وتقدر الأقدار وتكتب الأرزاق والأعمار، وفي ليلة القدر توزع، أستغفر الله، في ليلة العيد توزع. فكل ما طلبناه في ليلة القدر في هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يرسله لنا. وفي صبيحة هذا اليوم، هذه الليلة، في صبيحة هذه الليلة يخرج المسلمين لتلقي هذه الجوائز في صلاة العيد. وعادة باعتبار أن تلقي الجوائز وتلقي الطلبات وقضائها دائما ما يحوطه جو الفرحة، لذلك كان العيد دائما مليء بأجواء الفرحة والسعادة. أول شيء وأول توصية نوردها إلى الأحبة هي في الغد افرحوا وأفرحوا، افرحوا وأفرحوا، افرحوا لأنكم سوف تحصلون على الطلبات وعلى على الحوائج التي تقدمتم بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. افرحوا لأنكم، والتفتوا إلي بعد، والتفتوا إلي بعد، والتفتوا إلي بعد، التفتوا إلي، بارك الله فيك. افرحوا لأنكم سوف تحصلون على نتاج عملكم، سوف تحصلون على طلباتكم، سوف تحصلون على حوائجكم غدا نهارا إن شاء الله. وأفرحوا لأن الأطفال يجب أن يعيشوا الأجواء الجميلة، فيكون ارتباط بين فرحهم بين هذا اليوم، يكون ارتباط بين فرحهم وبين هذا اليوم. أفرحوهم كما موجود في الروايات بإطعامهم الطعام الذي لا يأكلونه على العادة. في الروايات أنه مطلوب أنك أنت تتحف أبنائك، عائلتك بطعام عادة ما يكون متوافر إليهم طوال السنة. هذا باعتبار أن زمن صدور الرواية كان هذا الجو موجود، مثلاً الفاكهة الفلانية والفاكهة الفلانية ما كانت موجودة على طول العام، هذه فاكهة صيفية تأتي في الصيف، فاكهة شتوية تأتي في الشتاء، ولأن بعض الفواكه الحصول عليها حصول على الأمور النادرة، فكانت الروايات تتحدث أنه في مثل هذا اليوم اخذوا هذه الفاكهة وأتحفوا بها أبناءكم وعوائلكم. لكن باعتبار هذه الأيام أن هذه الفواكه موجودة، هذا الطعام موجود،
دائما. هذا الطعام موجود دائما، فأنت اتحفه بشيء يحبه. العيدية أمر هو يحبه، ثياب الجديدة أمر هو يحبه، الهدية أمر هو يحبه. اربط الهدية بالعيد، المال اللي تعطيه الأولاد العيدية اسمها عيدية لأنها مرتبطة بالعيد. فأفرحوا أبناءكم، أفرحوا عائلتكم، خلوا هذا اليوم يكون مميز على مستوى الفرحة. نعم عندنا هموم تختلجنا وعندنا آلام تختلجنا، ما موجود الآن على مستوى التشيع في مكان من الأماكن إلا وفي هم، لكن احنا مأمورين من عند الأمة عليهم السلام أن لا نخلط أفراحنا بأحزاننا. وقت الفرح مطلوب فيه الفرح، ووقت الحزن مطلوب فيه الحزن. يجب أن نراعي من يعيش الحزن ونوقف وياه، مو بأن نحن ما نظهر الفرح، لا، بأن نحن نكون موجودين في حياته، بأن نحن نكون موجودين معه. يعني العائلة التي عائلها مسجون، عندها فرد من عائلتها مسجون، وأكيد لما يجلسون الصباح يحبون يكونوا موجود وياهم. احنا لازم نكون أداة لسد هذا الفراغ. فأفرحوا، افرحوا وأفرحوا الآخرين. هذه أول توصية. توصية ثانية، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف الوعيد، أو إنما العيد لمن أمن الوعيد. وكيف يأمن الإنسان وعيد الله سبحانه وتعالى؟ أليس بما يقدمه من عمل؟ أليس بما يقدمه من عبادة؟ أليس بما يقدمه من صالحات؟ أنا لما يكون هنالك وعيد، الله سبحانه وتعالى عنده وعد وعنده وعيد، عنده وعد وعنده وعيد. في الوعد كما يقولون أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفي بوعده، وقد وعدنا الجنة، وقد وعدنا الجنة. أما الوعيد الذي هو عادة الوعيد يأتي مع النيران والعذاب والعقاب، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفي بوعيده. نعم هو وعد، هو توعد بالعقاب لمن يترك، لمن يتجاسر، لمن يذنب ويعصي ويأثم، ولكن احنا في يوم، هذا اليوم كل واحد مرهون بما قدم، كل واحد مرهون بما اكتسب. انا آمن مقدار من الوعيد بمقدار ما قدمت، فانت لازم هاي الليله ما تروح ليله بدون فائده. هذه الليله اللي هي ليله العيد، هذه الليله التي هي ليله العيد، لابد ان لا تكون بغير فائده، لابد ان لا تكون بغير تحصيل، بغير تقديم. قد تكون هذه آخر فرصة أكون أنا في مشهد وفي يوم من أيام الله سبحانه وتعالى لكي أقدم. فإذا كانت هذه آخر فرصة لي فأنا قدمت، وأسأل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال أنه لن يلتزم بوعيده ويلتزم بوعده، أنه يفي بوعده بالجنة على ما قدمت، وأن يؤمنني من وعيده بما قدمت. فالعيد ليس لمن لبس الجديد، ليس لمن، يعني احنا ما نبي عيد صورة، ما نبي عيد صورة. العيد الصورة جميل، العيد الصورة جميل، لكن العيد الحقيقي الذي فيه أنا متزين ولابس الجديد ومبتسم في وجه الآخرين، فرح وأفرح الآخرين، وهم كذلك أنا علاقتي بالله سبحانه وتعالى علاقة ممتازة، وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى متكاملة، وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى لا يشوبها شيء، فعلا يحق لي غدا أن أعيد، أن أعيش الفرحة
أن تكون هذه الفرحة فرحة مو فرحة منتشرة في حياتي الخارجية وفي حياتي الداخلية. لابد أن يكون هذا العيد ملتفت فيه إلى الفقراء والمساكين، وعلى هذا الأساس شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطرة. سابقا الأعياد ما هي مثل الأعياد في هذا الزمن، ما مطلوب إن من الواحد أنه يعني يعيش الجو الاجتماعي مثل الآخرين. سابقا كل بنفسه بما يستطيع، ولأن نحن نعيش في هذه الأجواء، فلما يكون واحد مو لابس الجديد، ولما يكون واحد حامل الهم في يوم العيد يكون مميز عن الآخرين. الله سبحانه وتعالى بل جميع على قدم المساواة مع بعض، فلذلك شرع هذه الزكاة بحيث أن أنا أعطي من مالي إتماما لصيامي، الزكاة إتمام للصيام، أعطي من مالي بالمقدار المعين والمحدد إلى الفقير. وعشان هذا الأمر يكون فعال أكثر، لابد على الأحبة القائمين على جمع الزكاة وتوزيع الزكاة إن يخلون جمع الزكاة وتوزيع الزكاة أكثر فعالية. يعني شنو يصير أكثر فعالية؟ يعني الآن إحنا في هذه القرية، قرية معروفة، بلدة معروفة، إحنا الحكم مالها أن الزكاة ما تطلع خارج القرية. ليش؟ لكي يستفيد فقراء القرية أكثر من غيرهم، أكثر قدر ممكن. كثير ما كان هذا الاقتراح موجود، وأنا أتمنى من الأحبة لو أنهم يفعلونه، أن زكاة الفطرة تجمع في بداية شهر رمضان، أقل تقادير في نص شهر رمضان، على نحو الدين. على نحو الدين، كلكم تعرفون المسألة الشرعية، على نحو الدين إن إحنا نجمعها ونوزعها على الفقراء، بحيث أنه إذا جمعت ووزعت قبل يوم العيد استفاد منها الفقير أكثر من استفادته منها في يوم العيد، صح لو لا؟ بحيث أنه استفادته الآن هو يريد يشتري ثياب جديدة إلى أولاده، يريد يتحفهم بهدايا، يريد يتحفهم بطعام معين بكذا. إذا كان هذا في يوم العيد، إذا هذا صار في يوم العيد صار الأمر متأخر، صار الأمر متأخر، وقد يضطر إلى التدين. زين، هو له حق، احنا بنقدم هذا الحق وعندنا مخرج شرعي إليه، قضية ان احنا ندفع على قضية على اساس انه دين ويحسب فطرة في يوم العيد، وهذا فيه اصلا يعني راحة هم كذلك الى الناس اللي يجمعون الزكاة ويوزعونها، بدل ما يقعد مسكين من الصباح ويجمع والسادة لوحدهم والعوام لوحدهم ويجمع ويشوف العوائل من المحتاجة وإلخ إلخ إلخ، ومتى يجمعونهم كامل ويشتغلون بعضهم إلى الزوال، بعضهم يشتغلون إلى المغرب في جمعها وتوزيعها. وين ليش خلهم هذا بعد جماعة الصندوق ولا يقومون يبون يعيدون لا ويروحون يسوون أمورهم، فخلهم يرتاحون يقومون بهذا الأمر مثلا في منتصف شهر رمضان ليلة النصف. أنا شفت ليلة النصف هنا كامل القرية موجودة، يدفعون الزكاة مالتهم انتهى الأمر. فأحنا لما نقدم الزكاة ونوزعها صار أفضل، هم على مستوى المعطي بحيث أنه موجود عنده المال يقدر يعطيه، وهم على مستوى المعطى بحيث أنه يستفيد من المال قبل يوم العيد، وهم على مستوى الجامع العاملين عليها، الجامع والموزع، لأنه بيصير أفضل يوم العيد. فإذا أيها الأحبة، أنا أتمنى أن هذا الاقتراح يكون إليه حضور وصدى
عند الأحبة ويكون فاعليته إن شاء الله من السنة القادمة، وفي فائدة كثيرة على مستوى القرية. طبعا زكاة الفطرة، زكاة الفطرة كما تعلمون أنها تجب، أنا بجيب مسألة بس سريعة كذي لأن كثير من الناس يسألون عنها، تجب على من أعيله، على المعيل وفي يوم عيده، على المعيل وفي يوم عيده. أما الضيف سواء من كان هذا الضيف، لأن كثير ما يصير يعني في هاي الليلتين الأسئلة كانت تدور أكثرها على هذا المحور، واحد خاطب واحدة مخطوبة، هذا الخاطب راح بيت عمه ليلة العيد يتفطر، فهل يجب على عمه إخراج الزكاة عنه أو لا؟ هذه مسألة. هذه البنت متزوجة راحت بيت أبوها تتفطر ليلة العيد، على أبوها يطلع عنها الزكاة أو لا؟ هذه مسألة. واحد عزم صديقه ليلة العيد في بيتهم وجو تفطر، هل يجب عليه إخراج زكاة عن هذا الضيف أو لا؟ كلها تحل، يحلها قضية الإعالة. إحنا لما نفهم الموضوع بهي الطريقة، هذا الخاطب اللي راح بيت عمه يتفطر يصدق عليه العيلة في ليلة واحدة؟ ما تصدق عليه العيلة في واحدة، فما يصير على عمه يعني هم ماخذ بنتنا وهم بعد بنفطره وهم بعد بندفع عنه هذا الزكاة بعد هالوقت. حتى لو كان راح كل ليلة إذا ما صدق عليه عنوان الإعالة ما يطلعون عنه الزكاة. هذه البنت اللي راح متزوجة وراحت ليلة العيد وتفطرت في بيت أبوها، هل أعاد عنوان الإعالة إليها هذا الفطور؟ ما أعاده، ما تسمى معين، لا زال هي في ذمة زوجها، إعالتها في ونفقتها على زوجها، ما تصدق عليها عنوان العيلة ما يطلع عنها، ما أبوها ما يزك. أنا عزمت صاحبي وقلت له تعال تفطر عندي ليلة العيد، وجا وتفطر، هل يصدق عليه أن نعلته؟ ليلة واحدة جاء رجال، حتى لو ليلتين، حتى لو ثلاث، الضيف الذي يصدق عليه عنوان العيلة هو الذي نخرج عنه صدقة أو فطرة العيد أو فطرة زكاة الفطرة. أما غيرهم لا. أما إذا أنا معين تمام. شيء آخر، الخادمة نطلع عنها زكاة الفطرة أو لا؟ عزيم، لأنه تعتبر هذه تأكل من عندك وأنت المعيل إليها، فيطلق لازم تطلع عنها زكاة الفطرة. العنوان هو هذا العيلة باعتبار أنها في معولة بالنسبة إلي، يجب علي أن أخرج زكاة الفطرة عنها. تفضل. إيه لس عنوان العيلة لازم أنت المعيل إليها، أما لو هي جاية كضيفة أولاد بنتك، إذا كانوا إذا يصدق أنك أنت المعيل إليهم فتطلع عنهم إلى ما في يعني أمر متعلق بالست ليالي أو بالشهر أو باليومين أو بالثلاثة، بصدق العنوان، هذا العنوان يصدق عليهم أنه أنت عائل مالهم في هذه الفترة، هو أنت إذا حتى الضيف عنوان أنك أنت تعيله أو ما تعيله في هذه الفترة أنت العائل عنهم، خلاص مو أنت اللي تطلع الفترة مالتهم، يطلعها يسمونه العائل. العيلة يعني شنو؟ يعني أنت اللي تصرف عليهم، انتهى الموضوع خلاص، مو أنت اللي تصرف عليهم، هم جاء وقالوا لك ها جول هذا صرف عليهم في كذا، فمو أنت اللي تعيلهم،
مو انت اللي تعينهم، مو انت اللي يطلع عنهم صدقة الفطرة. فبهي هذا احنا لما نفهم هذا العنوان تنحل عندنا كثير من المسائل. تفضل. صرف له ايه، بس انا اعطيتك، انا جيت عندك وحطيت في ايدك فلوس وقلت اليك اصرف، فانت مو تصرف من عندك. الحين هي الوجبات فعلا استوت في البيت واكلت انت في البيت، بس مو من عندك، مو انت اللي تصرف عنها. لا، هذا بصرف، صرف ان انا عيلهم. هذا انا اقول له، هذا الامر الصرف ان انا عيلهم، وعيلهم ان انا هذين في ذمتي بحيث ان نفقتهم توجب علي انا، يعني كذي. هذا بمعنات ان انا قاعد اصرف عليهم. اما انا اعطي ربي اروح البراده، انا اروح بيت صديقي ولد هناك جو ربي اروح البراده، ما صرفت عليها الحين انا. فبهي الطريقة احنا لما نفهم هذا العنوان نفهم بعد كثير من مسائل زكاة الفطرة. حتى اخراج الزكاة من القرية، لو ان القرية هذه الفقراء مالها محدودين، زين، وانا هذا الفقراء اقدر اغنيهم ويصير عندنا زيادة، أغنيهم يعني أن نعطيهم ما يبلغون به مرحلة الغناء ويصير زيادة. هذه الزيادة نقدر نطلعها برا القرية نعطيها إلى القرى المجاورة. في زكاة الفطرة ما يجوز أن احنا نطلعها خارج القرية، لكن بالحل اللي ذكرناه في البداية نقدر أن احنا نطلعها، اللي هو أن عن قضية الدين ممكن أن أنا أقدر أطلعها خارج القرية على نحو الدين، بس هذا عقب ما أغني فقراء مالي يعني وأخليهم يستانسون ونغدق عليهم وخليهم مرتاحين. فإذا أيها الأحبة احنا تكلمنا في ثلاثة أمور الآن. رقم واحد اللي تكلمنا فيه قلنا أن هذه الليلة ليلة توزيع الجوائز، وغدا صبيحتها راح نعيش الفرحة، فلا بد أن نفرح ونفرح، يجب أن نفرح ونفرح. فرح افرحوا أنتون وأفرحوا من حواليكم. اثنين، اتكلمنا وقلنا أن أمير المؤمنين يقول ليس العيد لمن خاف لمن لبس الجديد، بل العيد لمن أمن الوعيد. فأنت بأي بشنه راح تأمن وعيد الله سبحانه وتعالى؟ الليلة يحتاج من عندك عمل. ثلاثة، أداء زكاة الفطرة تكميل إلى الصيام، فتح باب، كأنما هو هذا باب مفتوح، وهذا الباب وهذا المفتاح ماله زكاة الفطرة. احنا قمنا بأمور كثيرة، تعبدنا في هذا الشهر الكريم وتقدمنا كثير من الطلبات بين يدي الله سبحانه وتعالى، وباكر أريد أن أنا أحصل الجوائز. مفتاح حصولنا على الجوائز هو أداء زكاة الفطرة، هو أداء زكاة الفطرة. وزكاة الفطرة تكلمنا قضية الإعالة وتوضيح قضية الإعالة، إذا وضحت راح تصير الأمور واضحة في قضايا مسائل زكاة الفطرة. أيها الأحبة، ليلة عبادة، وإحنا نلاحظ أنه في كل الليالي التي فيها عبادة وكل المواقف التي فيها عبادة لله سبحانه وتعالى، عادة ما يكون للإمام الحسين حضور. سبحان الله، الآن ليلة العيد في مذكور زيارة الإمام الحسين، غدا تصلون صلاة العيد وزيارة الإمام الحسين، ليلة القدر زيارة الإمام الحسين، دائما موجود زيارة الإمام الحسين في كل مكان. فلذلك احنا لازم نفهم ثورة الإمام الحسين فهم صحيح، نتعمق أزيد فيها، وإذا تعمقنا أزيد فيها بنعرف هذا الرجل شنو قدم، ولأجل ما قدمه
وجب أن احنا نذكره في كل مواطن الدعاء وفي كل مواطن العبادة. فلذلك إن شاء الله من محطات هي الليلة زيارة الإمام الحسين. فإذا زرنا الإمام الحسين وحنا نتمنى أن احنا نكون في كربلاء، الله يوصلنا وياكم يا رب. والله هذه المنطقة بقعة من الجنة، هذه المنطقة فعلا 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 لها مكان كبير. سأل الله أن احنا نكون من حواضرها إن شاء الله. في أي يوم، في أي مكان، في أي وقت، في أي زمان نتشرف بالحضور عن قبة الإمام الحسين، وندعو الله سبحانه وتعالى عن قبته، لأن الدعاء تحت قبة الإمام الحسين ببركة الإمام الحسين مستجاب. وإذا الآن توجهنا إلى زيارته، بعد الزيارة نرصد هم كذلك طلباتنا. الله يحب يسمع أدعيتنا، يحب أنه يقضي حوائجنا. فقدموا بين يدي الله سبحانه وتعالى حوائجكم عشان باكر تحصلون هذه النتاج، نتاج هذه الحوائج، وتحصلون الجوائز. والله سبحانه وتعالى يعطي بما هو هو، ما يعطي بما نحن نحن. شنو اللي احنا قدمناه بين يديه؟ شنو سويت أنا؟ شنو أعطيت أنا؟ وأنا عندما أعطيت، عندما عبدت، عندما سويت، فبقوتك يا رب أنا شنو عندي؟ فأعطني بما أنت ليس بما أنا. وإذا الله أعطى بما هو فما يرضى لعطائه أن يقل عن الجنة. وإحنا ما نبي بس الجنة، نبي نكون مع محمد وآل محمد في درجة واحدة. اللهم صل على محمد. فإذا أيها الأحبة نتوجه إلى الدعاء، نتوجه إلى الزيارة، ونزور الإمام الحسين. أولا الدعاء وبعد ذلك الزيارة. فنتوجه بين يدي الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة وأنفس صادقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.